من ذلك تعيش عائلة قبال من بلدية ذراع بن خدة ولاية تيزي وزو حياة صعبة جدا، حيث اتخذت من شرائح الصفيح سقفا لها ومن الستائر القماشية بابا يقيها معاناة تزداد سوءا كل يوم تزامنا وبرودة الطقس. تفاصيل مع صفية برودان وردقشيشة. اتخذت عائلة قبال من ذراع بن خدة بتيزي وزو شرائح الصفيح مأوى لها ومن الستائر القماشية بابا يحميها من قساوة البرد. معاناة تزداد سوءا كل يوم، خاصة مع التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية لتصبح الحياة فيها لا تطاق. كنا نشوف ريكو ما لقى ذاك يثقيث كخامل كلش ونزمير الفاخ شرف ما يقوي كفور ونزمير ياكل الفا ما من ذري جاي بوينا ثقي لانجينيور دي مي كيف كيف وش يندفع كويا كاي تمقر ذا تمقر ذا هكا نحن الزعنة الكل يقيم الزعنة تتكن كل يوم نام كيتكا نكون أقلنا عروة المزيرية أقلنا هكا كورونا باراليزين الكل نكون باراليزي نطفى كل هذاك نسكوا نطفى كل هذاك نارو ماتيز ونوعي لكم كلام كان عن تعشيوك أراوينو هني كل يوم ذني هاي لا دير خلع عرق نوراوينو ويخيان دير خلع ويقال الجيران. فرغم الوعود التي تلقتها العائلة من قبل السلطات المحلية منذ 6 سنوات لكن دون جدوى، في حين أكد رئيس بلدية ذراع بن خدة أن هناك حصصا سكنية ستستفيد منها البلدية والعائلة مدرجة ضمن القائمة. العائلة هذه ما عليها إلا تصبر، لأن بعثنا لي سوبليمونتير لو فيشي ناسيونال. Une fois la liste supplémentaire, tel que le fichier national, on va essayer de mettre la liste définitive. ناوردية أتعبتها الحياة وذهبت بها بعيدا إلى وحل الفقر والحرمان لتطلق اليوم صرخة ألم وأمل للتكفل بها والوقوف على أوضاعها لعل ضمائر المسؤولين تتحرك.